الكوبرا المصرية أو الإيجيبشن كوبرا واللي اسمها اللاتيني ناجا هاجي من أخطر الأفاعي السامة. السم بتاعها قادر إن هو يقتل البني آدم حسب مكان العضة من أول ربع ساعة لغاية 3 ساعات. الإيجيبشن كوبرا أو الكوبرا المصرية بتتواجد في شمال أفريقيا وغرب أفريقيا وبعض دول شرق أفريقيا زي كينيا وتنزانيا. بيوصل طولها البالغ منها من 1.5 متر لـ2.40 سم. بتتواجد في الأماكن الصحراوية والشبه صحراوية وكذلك في الأماكن الزراعية بين شقوق الصخور. الكوبرا بتنشط ليلا. تتغذى الكوبرا على الطيور والثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف الصغيرة، حتى كمان التعابين الأخرى بتاكلها الكوبرا. السم بتاع الأفعى الكوبرا المصرية يعتبر مركب من سمين النيوروتوكسين والمايوتوكسين. السم بتاعها بيؤدي أو بيصيب الجهاز العصبي مباشرة، بيوقف الإشارات العصبية اللي بتنتقل إلى العضلات، وفي مرحلة لاحقة بتتوقف الإشارة اللي بتنتقل للقلب والرئتين، وبيتشل الجهاز التنفسي بالكامل مما بيؤدي للموت المحقق. لدغة الكوبرا المصرية بتسبب ألم شديد مكان اللدغة وورم، بيصاحب ذلك ظهور آثار أخرى على الشخص المصاب كالصداع والغثيان والتقيؤ وألام البطن والإسهال والدوار والتشنجات. ومتوسط إنتاج لدغة واحدة من أفعى الكوبرا المصرية من 175 لـ300 ميلي جرام، قادرة على قتل 20 شخص. ومن وسائل الدفاع عند أفعى الكوبرا إنها بتعمل نفسها ميتة علشان العدو بتاعها يتخدع فيها ويسيبها ويمشي. أحيانا كتير الكوبرا بتبقى موجودة في أماكن مسكونة بالبشر أو مأهولة بالسكان، وبتدخل المساكن وبتصطاد الدواجن. لو حد قرب منها بتحاول أول خطوة إنها تهرب، لكن لو حست إن الخطر قريب منها جدا بتبدأ ترفع وتفلطح رقبتها بالشكل المعروف عن الكوبرا المصرية أو الكوبرا عموما، وبعدين تبدأ تهاجم. طيب يا ترى كل التعابين سامة كده زي الكوبرا ولا في تعابين مش سامة؟ حسب تقرير منظمة الصحة العالمية تم اكتشاف حوالي 3000 نوع من التعابين في العالم. فقط 600 نوع منهم هي اللي سامة فقط. دي الكوبرا المصرية.